السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احتفلت نور الشربيني المصنفه الاولى عالميا لسيدات الاسكواش وبطله العالم بخطبتها على الدكتور عمر الحلو في حفل عائلي بسيط جمع العائلتين مساء امس الجمعه بمنزل البطله المصريه والتي نشر اصدقائها العديد من الصور والفيديوهات من حفل الخطوبه وبدورها عادت نور الشربيني نشر الصور والفيديوهات عبر صور حسابها على انستجرام نور الشربيني ولدت في الاول من نوفمبر عام 1995 بمحافظه الاسكندريه البطل المصريه فرغت حياتها خلال السنوات الماضيه للعبة الاسكواش التي حققت فيها انجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الاخر يهدد ابطالا كبار في اللعبه ودرست نور الشربيني الاعلام الى جانب ممارسه اللعبه